ما هو علاج التوتر والقلق من لا شيء؟ علاج التوتر والقلق الذي ليس له سبب مادي واضح تقوية الإيمان، تقوية الإيمان والتعلق بالله عز وجل وكثرة الدعاء وذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الأعمال المتعدية نفعها، يتعدى صدقة، مساعدة أحد مثلا من الناس، حضور مجالس العلم، حلق الذكر، تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، كذلك صحبة الأخيار والنظر إلى حقيقة الدار، فإن هذه الدار دار زوال وانتقال وليست دار مكث وبقاء، هذه الدنيا دار ارتحال، فهنا يطمئن الإنسان وتهدأ نفسه. كذلك النظر في مصائب الآخرين، يعني ولذلك قد يكون بعض الناس قلق لغير سبب، إما هو بفعله كان يكون ليس لديه قناعة مثلا، فتجده دائما يلهث وراء الدنيا ويصاب بالتوتر والقلق، أو يكون مثلا إنسان يخشى شيء من أمور الغيب، يعني مثلا بعض الناس يخشى الموت، هو صحيح سليم وكأن الله عز وجل كتب له الخلود والبقاء، ولذلك تجده دائما يفكر في هذا الأمر. كذلك بعض الناس لديه عقدة نفسية من مواقف معينة، هذه الإنسان إذا قوى إيمانه ويقينه بالله عز وجل وأصلح ما بينه وبين الله وأكثر من الانطراح على عتبات مولاه والتعرض لنفحاته، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة قبول الدعاء كالثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة، أيضا حالة السجود، هذه من أعظم الأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء.